طلاب الصف الثاني عشر علمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الدرس الثالث من الوحدة الثالثة عن المركبات العضوية الأروماتية، وهذا هو الجزء الرابع. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يسمي فئات المركبات الأروماتية الآتية وفقا لنظام الأيوباك: الإسترات الأروماتية والكيتونات الأروماتية. التمهيد: كيف نسمي هذا المركب؟ سنتبع خطوات تسمية المركبات الأروماتية. الخطوة الأولى: مراعاة الأولوية. لاحظ وجود ثلاث مجموعات بديلة متصلة بحلقة البنزين، وهذه المجموعات جميعها من الهالوجينات، وبالتالي لا يوجد أولوية لأحد منها على الأخرى. فننتقل إلى الخطوة الثانية: يجب أن يكون مجموع التفرعات أقل ما يمكن، فيمكن ترقيم ذرات الكربون إما بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. لاحظ أنه في كلتا الحالتين مجموع التفرعات هو 6، وهنا أيضا مجموع التفرعات هو 6، فيصبح اسم المركب الصحيح هو الذي يراعي الترتيب الأبجدي. فيصبح اسم المركب الصحيح هو 1 برومو، 2 كلورو، 3 فلورو بنزين. والآن مع تسمية الإسترات الأروماتية. عزيزي الطالب، درست في العام الماضي تفاعل الأسترة، ويتم فيه نزع مجموعة الهيدروكسيل من الحمض الكربوكسيلي، ونزع ذرة الهيدروجين من الكحول ليتكون الإستر والماء. ويمكن تلخيص ذلك في أن الإسترات هي مركبات مشتقة من إزالة الماء من الحمض الكربوكسيلي والكحول. ولتسمية الإسترات سنتبع الخطوات التالية: هذا المركب هو حمض الإيثانويك لوجود مجموعة الكربوكسيل واحتوائه على ذرتي كربون. لتحويل المركب هذا إلى إستر سيتم نزع ذرة الهيدروجين فيتكون أنيون الإيثانوات، ويتم استبدال ذرة الهيدروجين بمجموعة فينايل فيصبح اسم المركب هو فينايل إيثانوات. هذا مركب ينتمي لفئة الإسترات وله الصيغة العامة RCOOAR، و AR هنا يقصد بها مجموعة الفينايل. من ذلك يمكن تلخيص تسمية الإسترات في التالي: أولا نسمي الجزء المشتق من الحمض الكربوكسيلي وهو الذي يحتوي على مجموعة الكربونيل، وهو هنا يحتوي على ذرتي كربون. هذا الجزء هو المشتق من الحمض الكربوكسيلي، ولذلك سمي باسم إيثان وات على وزن الكان وات. فإذا كانت ذرة كربون واحدة يسمى ميثان وات، أما ذرتي كربون إيثان وات، وهكذا. أما إذا كان الحمض الكربوكسيلي مشتق من حمض البنزويك فيسمى على وزن بنزوات. الخطوة الثانية: نسمي الجزء المشتق من الكحول، وهو هنا مجموعة الفينايل على وزن الكايل، فممكن تكون مجموعة ميثايل أو إيثايل أو فينايل. تدريب: اكتب التركيب البنائي للمركب التالي: فينايل بنزوات. من خلال اسم المركب، ما الفئة التي ينتمي إليها هذا المركب؟ أحسنتم، بما أن المركب في نهاية الاسم المقطع وات، فهذا المركب هو إستر، وإستر مشتق من حمض البنزويك باستبدال ذرة الهيدروجين الحمضية بمجموعة فينايل. لرسم التركيب البنائي لهذا المركب نبدأ بالحمض، فحمض البنزويك يتم نزع ذرة الهيدروجين منه ويتكون أنيون البنزوات.
أما بالنسبة لمجموعة الفينايل فأصلها هو الفينول، ينزع منه مجموعة الهيدروكسيل السالبة فيتبقى كاتيون الفينايل. نبدأ الآن بتجميع المركب. سيتم استبدال مجموعة الفينايل الموجبة بدلا من ذرة الهيدروجين الحمضية، فيصبح التركيب البنائي للمركب كالتالي، والاسم النهائي للمركب هو فينايل بنزوات. تدريب: اكتب التركيب البنائي للمركب التالي: بروبايل بنزويت. الى اي فئة ينتمي هذا المركب؟ هل هو الدهايد ام كيتون ام استر ام حمض كربوكسيلي؟ احسنتم، بما ان اسم المركب ينتهي بالمقطع وات، فهذا المركب ضمن فئة الاسترات، وهو استر مشتق من حمض البنزويك. باستبدال ذرة الهيدروجين الحمضية في حمض البنزويك بمجموعة بروبايل. من خلال هذه المعلومات يتم رسم التركيب البنائي للمركب كالتالي: الشق بنزوات مشتق من حمض البنزويك، وهذا هو تركيب حمض البنزويك. باستبدال ذرة الهيدروجين الحمضية هذه بمجموعة بروبايل، فيصبح التركيب البنائي للمركب كالتالي، وهذا المركب هو بروبايل بنزوات. تدريب: اكتب الاسم العلمي لكل من المركبين التاليين. المركب الاول: يجب اولا تحديد الفئة التي ينتمي اليها هذا المركب، وهذا مركب من الاسترات. عند تسمية الاسترات يجب اولا تحديد الحمض الكربوكسيلي الذي اشتق منه هذا الاستر، وهو الذي يحتوي على مجموعة الكربونيل. هذا الاستر مشتق من حمض البنزويك. باستبدال ذرة الهيدروجين الحمضية بمجموعة ميثايل، فيصبح الاسم العلمي لهذا المركب هو ميثايل بنزوات. مركب آخر: أيضا هذا مركب ضمن فئة الاسترات. الكثير من الطلاب يسمي هذا المركب بهذه الطريقة: إيثايل بنزوات. هذا الاسم به خطأ في التسمية. من يكتشف الخطأ في هذه التسمية؟ أحسنتم، يجب تسمية الجزء المشتق من الحمض الكربوكسيلي، وهو الذي يحتوي على مجموعة الكربونيل، على وزن الكانوات. الإستر الموجود أمامك هنا مجموعة الفينايل هي التي حلت محل هيدروجين الحمض، والحمض هنا كان حمض الذي يحتوي على الكربونيل، هو حمض الإيثانويك، فعند تسمية الإستر يسمى على وزن إيثانوات، وهنا مجموعة الفينايل هي الفرع، فيصبح الاسم الصحيح للمركب هو فينايل إيثانوات. سننتقل الآن إلى تسمية فئة جديدة، وهي الكيتونات الأروماتية، والتي لها الصيغة العامة ARCOR. AR هنا يقصد بها حلقة البنزين، والCO هنا هي مجموعة الكربونيل كالتالي، أما R فهي مجموعة الكيل. لتسهيل دراسة الكيتونات الأروماتية سنربط ذلك باسم الألدهيدات الأروماتية. هذا مركب ماذا يسمى؟ أحسنتم، هذا هو فينايل ميثانال، وهو أبسط الألدهيدات الأروماتية. إذا أردنا تحويل هذا المركب إلى كيتون أروماتي صحيح، سيتم استبدال ذرة الهيدروجين هذه بمجموعة الكيل. أبسط مجموعة الكيل هي الميثايل، فيصبح هذا التركيب هو تركيب أبسط الكيتونات الأروماتية. هذا المركب يسمى فينايل إيثانون، وانتهى بالمقطع واو نون،
للدلالة على أن هذا المركب يتبع فئة الكيتونات، وهذا المركب هو أبسط الكيتونات الأروماتية. بالنسبة لقواعد التسمية للكيتونات الأروماتية، ذرة الكربون رقم واحد في حلقة البنزين هي تلك المرتبطة بمجموعة الكربونيل في الكيتون، أي أن ذرة الكربون رقم واحد هنا هي متصلة بمجموعة الكربونيل. ثانيا، يتم ترقيم ذرات الكربون في حلقة البنزين بالاتجاه الذي يجعل المجموعة البديلة على الحلقة تحمل الرقم الأقل. هنا تم الترقيم في هذا الاتجاه لتصبح ذرة الكلور وهي المجموعة البديلة على ذرة الكربون رقم 2 في الحلقة حتى تتخذ أقل قيمة ممكنة. تدريب: اكتب التركيب البنائي لكل من 2-3 ثنائي كلورو فينايل إيثانون. عند كتابة التركيب البنائي لأي مركب نكتب أولا المركب الرئيسي وهو هنا فينايل إيثانون كالتالي، فهذا المركب هو فينايل إيثانون، وذرة الكربون في الحلقة المرتبطة بمجموعة الكربونيل تتخذ الرقم واحد، وعلى ذرتي الكربون رقم 2 ورقم 3 سندخل مجموعتي كلورو، فيصبح المركب كالتالي 2-3 ثنائي كلورو فينايل إيثانون. مركب آخر 2-ايثايل 5-ميثايل فينايل إيثانون. بنفس الطريقة نرسم أولا المركب الرئيسي وهو فينايل إيثانون، وذرة الكربون المتصلة بالكربونيل تتخذ الرقم واحد، وعلى ذرة الكربون رقم 2 نضع مجموعة إيثايل، وذرة الكربون رقم 5 نضع مجموعة ميثايل، فيصبح المركب كالتالي هو 2-ايثايل 5-ميثايل فينايل إيثانون. تدريب: اكتب الاسم العلمي للمركب التالي. عند تسمية المركب يجب أن ننظر لهذا المركب بهذه الطريقة، هذا المركب هو فينايل إيثانون، وذرة الكربون رقم واحد في حلقة البنزين هي مرتبطة بمجموعة الكربونيل. توجد مجموعتين بديلتين على الحلقة، فيتم الترقيم في هذا الاتجاه. لماذا؟ لتتخذ المجموعات البديلة أقل قيم ممكنة، فيصبح اسم المركب هو 2-4 ثنائي فلورو، والمركب الرئيسي هو فينايل إيثانون. تدريب: لماذا يعد المركب 2-2 ثنائي ميثايل فينايل إيثانون الموجود على اليسار مركبا غير محتمل؟ عزيزي الطالب، تذكر أن كل ذرة كربون على حلقة البنزين ترتبط بذرة هيدروجين واحدة، فلا يمكن أن ترتبط مجموعتين بديلتين بنفس ذرة الكربون على حلقة البنزين. يبقى إذن لأن كل ذرة كربون في حلقة البنزين ترتبط بذرة هيدروجين واحدة فقط، فلا يمكن ارتباط مجموعتين بديلتين، وهنا 2-2 ثنائي ميثايل مع نفس ذرة الكربون في حلقة البنزين. تدريب: اختر الإجابة الصحيحة. إذا ارتبطت ذرة كلور بالمركب التالي في الموضع Q، فماذا يصبح اسم المركب؟ ميتا كلورو بنزالدهايد، أورثو كلورو بنزالدهايد، ميتا كلورو حمض البنزويك، أم أورثو كلورو حمض البنزويك؟ لاحظ من تركيب المركب أنه عبارة عن حلقة بنزين تتصل بمجموعة كربوكسيل، وبالتالي هذا المركب هو، أحسنتم، حمض البنزويك،
وبالتالي الاختيار بنزالدهيد هذا اختيار خاطئ. إذا ارتبطت ذرة كلور في هذا الموضع فماذا يصبح اسم المركب؟ أحسنتم، يتم ترقيم ذرات الكربون بالتالي فيصبح اسم المركب هو 3-كلورو-حمض-البنزويك. إذا وجد مجموعتين بديلتين على حلقة البنزيل في الموضع 1 و3 فإن المركب يسمى ب صحيح 3-ميتا-كلورو-حمض-البنزويك. تدريب: اختر الإجابة الصحيحة. أي مما يلي يمثل التركيب البنائي للمركب فينايل إيثانون؟ فينايل إيثانون عبارة عن حلقة بنزين مرتبطة ارتباط مباشر بمجموعة الكربونيل، ومجموعة الكربونيل تتصل بمجموعة ميثايل، فيصبح التركيب البنائي الصحيح لمركب فينايل إيثانون هو الاختيار A. تدريب: اختر الإجابة الصحيحة. ما الاسم العلمي للمركب التالي؟ هل هو 2-فينول-4-ميثايل-بنزالدهيد أم أورثو هيدروكسي 4-ميثايل-بنزالدهيد أم 2-هيدروكسي-4-ميثايل-بنزالدهيد أم 2-هيدروكسي-4-تولوين-بنزالدهيد؟ سنتبع خطوات تسمية المركبات الأروماتية. الخطوة الأولى تحديد المجموعة الأعلى في الأولوية. هنا المجموعة الأعلى في الأولوية هي مجموعة الألدهيد، فتتخذ الرقم 1 ويسمى هذا المركب بنزالدهيد. الخطوة الثانية: يتم ترقيم ذرات الكربون في الحلقة لتتخذ المجموعات البديلة أقل قيم ممكنة، فنرقم في هذا الاتجاه 2-3-4. تصبح على ذرة الكربون رقم 2 مجموعة بديلة هي. الكثير من الطلاب يسمي هذه المجموعة مجموعة فينول، وهذا خطأ. كلمة فينول تعني أن مجموعة الهيدروكسيل هي الأعلى في الأولوية في المركب وتتخذ الرقم 1. أما إذا كانت مجموعة الهيدروكسيل هي الأقل في الأولوية فهي مجموعة بديلة وتسمى هيدروكسي. وفي ذرة الكربون رقم 4 توجد مجموعة بديلة وهي مجموعة الميثايل، وبالتالي يصبح اسم المركب الصحيح هو 2-هيدروكسي-4-ميثايل-بنزالدهيد. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.